السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة الزملاء والزميلات العاملين في مجال التعليم أونلاين، وخصوصا معلمي العربية والقرآن للناطقين بغير العربي. من المعروف أن الطالب خصوصا في المستويات الأولى ينبغي أن يرى المعلم وهو يكتب بيده كتابة واقعية حقيقية باستخدام القلم والسبورة. فيعني هذا الفيديو إن شاء الله لنتحدث عن كيفية عمل هذا بشكل سهل جدا ويسير. المعلم لا يطلب منه أن يكون واقفا طول الحصة، بل هو جالس ويكتب على سبورة صغيرة ويثبت كاميرا لتصور ما يكتبه، وتظهر الكتابة في الحاسوب بهذا الشكل أمام الطالب. الفكرة أنه بيكون في سبورة صغيرة مثل هذه. السبورة هذه تقريبا مقاسها يعني 80 سنتي في 80 سنتي، هذا أفضل مقاس حتى لا تكون يعني طويلة وبعيدة على يد المعلم. هذه يعني كبيرة إلى حد ما، 90 في 90، لكن الأفضل أن تكون 80 في 80 سنتي، تمام. ثم هنا ده حامل الكاميرا، حامل الكاميرا تقريبا ممكن أي شيء أو أي وسيلة أرفع بها هذا الحامل، لكن يفضل أن يكون حامل كاميرا مثل هذا. الحامل تقريبا 400 أو 500 جنيه، ممكن أنا أي شيء أستطيع أن أنا أثبت به الكاميرا هكذا فوق السبورة. يعني هذه كاميرا من مايكروسوفت، جيد. هذه الكاميرا أستطيع أن أنا أثبتها، جيد. هذه الكاميرا أستطيع أن أثبتها هكذا، جيد، وتكون فوق الكتابة بهذا الشكل، جيد. وطبعا أنا قمت بربط يعني هذا الحامل هكذا، وربطت سلك الكاميرا، وسلك الكاميرا متصل بالحاسوب هكذا. فأنا أكتب، جيد، هكذا، وما أكتبه يظهر أمام الطالب على السبورة هكذا، جيد. فهذه طريقة طيبة جدا وجميلة. طبعا يوجد الأقلام ويوجد الممحاة، جيد. وهنا طبعا في زوم عندما أشرحه أستطيع أن أشارك الكتاب هكذا مثلا، جيد، والسبورة تكون ظاهرة، جيد، وأستطيع أن أخفي الكتاب وتظهر السبورة بهذا الشكل، فالطالب يرى كتابة واقعية أمامه. هذه الطريقة طيبة جدا، ليست مكلفة، يعني هذا اللوح من الألوميتال ممكن رخيص، يعني ليس غالي جدا، تمام. وهذا الحامل، جيد، أي طريقة، المهم أن أرفع الكاميرا فوق السبورة بشكل مباشر هكذا. يعني الكاميرا مرفوعة فوق السبورة بشكل مباشر هكذا، جيد، بحيث أكتب يظهر ما أكتبه أمام الطالب بشكل مباشر. وهذه الكاميرا طبعا من مايكروسوفت، في أنواع منها كثيرة، جيد. ممكن أن أشتريها من خلال سوق.com أو جوميا، أو ممكن أشتريها من أي مكان في القاهرة، جيد. وفي أنواع طبعا كثيرة منها. أردت أن أنا أنفع الزملاء بهذا الفيديو، جيد، أنصح كل الزملاء باستخدام هذه الوسيلة، وسيلة تعليمية. وأيضا هناك وسائل أخرى، ينبغي أن يكون معي مثلا التابلت، اللي هو أستطيع التابلت بقلم مخصص للكتابة، أيضا أستخدمه أحيانا، أستخدم الأدوات زي سبورة مثلا أيدرو وسبورة زوم. كل هذه التنويعات ينبغي أن تكون عند المعلم، ولا بد أن يستخدمها المعلم من باب التنويع، وكل مستوى يناسبه أسلوب واستراتيجية ووسيلة تعليمية معينة. إن شاء الله يعني أي وسيلة سأجدها يسيرة وسهلة للزملاء يمكنهم تطبيقها، سأقوم بعمل فيديو لها بإذن الله. تابعونا على قناة فصول العربية، جيد، وموقع صفوة بدوي، صفوة بدوي.net، ومجموعة تجمع معلم أونلاين على الفيسبوك، وصفحتي الشخصية صفوة بدوي. تحت أمركم في أي استفسار. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.